حبيت اليوم الفت نظر مشان مرضى السرطان باكبر سندويش بالعالم، وهذا توفيق وفضل من رب العالمين. ان شاء الله ربي بيشافيهم وبيعافيهم. انا من 10 سنين في إلنا باع طويل مع مرضى السرطان ومنزورهم من 10 سنين، حبيت وقعدت افكر انا وزوجتي واولادي كيف بنحسن نلفت نظرهم. خطرت ببالنا نعمل اكبر سندويش للزنجر بالعالم. حاجة بسيطة جدا للتخفيف بأقل الجهود، يعني بأكثر الجهود بالأصح من معاناة ما يعانون مرضى السرطان، وخصوصا انه عندنا الحين ضعف بالتشخيص بالأدوية بالكذا، فكمبادرة عملناها اليوم نحاول ندعمهم نفسيا وكمعاينات فحوصات تشخيص أدوية، وإن شاء الله نستمر بهذا الشيء.